بعد تسجيل ساديو ماني هدفين امام تشيلسي، هل تعتقد انه هينافس صلاح في الحصول على لقب افضل لاعب في العالم وافريقيا؟ انا والله من وجهه نظري ما حدش يقدر ينافس صلاح. صلاح بالنسبه لي احسن لاعب في العالم. الحوار مش في ماني خالص، الحوار ان صلاح دلوقتي فيه منه تقصير جامد، يعني في اخر كذا ماتش مش ده لعب صلاح، يعني من بعد ما هو خلص من عندنا هنا افريقيا ورجع الدنيا بالنسبه له مش مظبوطه. فاي حد دلوقتي غير ماني، اي حد دلوقتي ممكن يقدر ينافس صلاح على اللقب. طبعا، لان محمد صلاح ما حدش يقدر ينافسه. طبعا هو محمد صلاح هو افضل لاعب على العالم، لان طبعا الواحد يشجع ابن بلده. طبعا ساديو ماني يعني عمل مع فرقته، يعني هو برضه بيحسبه للمنتخب، هو مع منتخب عمل يعني مستوى كويس، لكن محمد صلاح يعني هيفوز ان شاء الله. لا طبعا محمد صلاح ما حدش يعرف ينافسه اصلا، كفايه اسمه وكفايه ان هو مصري.